مكتوبة، إذا ما جبتش لوراكم اسمه خذ اللي بدك إياه. بديش أروح، بخاف على أولادي أنا. خذي ولك معك. مش راضيين يروحوا، بدهم أرضهم. أمي قول لا. أطرد المستوطنين. أولادها بغياب لعم الصراخ أمام ثلاثة أطفال فقدوا أمين معا. يحرس سارقيها جنود. دفع بالحق في الرد وفي الكلام. هذا هو الصهيوني، هذا هو الجندي الإسرائيلي، هذا هو المستوطن، وهذه السياسة الإسرائيلية اليمينية القمعية التي هي استراتيجيتها نهب الأرض وطرد السكان وقتلهم حتى. لا ما أدخل تنام وتدور. لا. أنا محمد تميم النبي صالح، عمري 15 سنة. قبل أسبوعين يوم الجمعة كنا يعني عند الفيلا عشان الأراضي اللي خذوهن، وعشان القدس قدموا عليها أنهم هيش للفلسطينية لإسرائيل. يعني لما رحت عند الفيلا أنا طلعت على السور، يعني مش عارف إنه في جيش، يعني مش شايف ولا جندي. بعد طخنة اغميت اخذونا على البيتري مع المستشفى على العيادة، بيعرفوش مالوا لي اشي، ودونا على رب الله. عملت عملية 6 ساعات، قعدت اسبوع ما صحيتش حالي، وهم دكني ابري عشان مصحوش من الوجع اللي براسي. يعني بسبب اللي صاب في الراس عندي ممنوع اروح اطلع من الدار لمدة 6 شهور، لا على المدرسة ولا على البلد، عشان ما فيش عظام في راسي.